أيام عصيبة جدا في قطاع غزة على الفلسطينيين هناك. من جهتنا، من جهة الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، أولا نحن فقدنا حتى الساعة 11 من الزملاء في الوكالة، لقوا جميعا خصهم من جراء القصف الجوي الإسرائيلي. أما بعد فنحن حتى الساعة أيضا ومع تصاعد يعني الاشتباكات، تصاعد أيضا النزوح الجماعي، وها يعني نتحدث اليوم عن 218 ألف شخص فروا إلى مدارس الوكالة، مدارس الأونروا. نحن للتذكير لدى وكالة الأونروا شبكة كبيرة من المدارس، حوالي 180 مدرسة في قطاع غزة، نستطيع استخدام بعضا منها مأوى في حالة الحروب. لكن نحن اليوم تعدينا قدرتنا كوكالة على استيعاب عدد النازحين، سواء من يعني من المكان أو الطعام أو الماء النظيف أو الوقود أو الكهرباء، تعدينا هذه المرحلة. وبما أن القصف مستمر فنحن نتوقع أن يستمر النزوح أيضا، وأن يتعدى أكثر قدرتنا على الاستيعاب وقدرة العاملين في المجال الإغاثي عموما، خصوصا وأن إغلاق القطاع التام لا يسمح لنا بعبور شاحناتنا مع زيادة في المساعدات الإنسانية والطبية.